إلى ذلك قال مراسل العربي إن المستشفى الإيطالي للطوارئ في كابول استقبل 4 قتلى وعشرات المصابين جراء عمليات إطلاق للنار لعناصر طالبان بعد أنباء عن سقوط ولاية وادي بنشير. وتقول مصادر إن العشرات بين قتلى وجرحى سقطوا في عمليات إطلاق للنار بكابول ومدن أفغانية أخرى. جراء الاحتفالات بإطلاق النار استقبلنا عددا من الجرحى في مستشفى وزير أكبر خان، 3 منهم إصابتهم خطرة. لقد ذعر المرضى هنا أثناء إطلاق الرصاص وكانوا يتساءلون ما الذي يحدث.